حسين بومهرود المدير العام لشركة مامنيل للعقار. شركة مامنيل للعقار المقر الرئيسي ديالها متواجد بأكادير بمدينة أكادير، وتنشتغلوا في برينسيبالمون في أكادير ومراكش، وعندنا فرع في باريس، عندنا انشوروم في باريس اللي كان تواجدوا طيلة السنة هنا في باريس، عندنا في بلاس فولتير في أنيير اكوتي ديال لي بنك ماروكين تجاري وفا بنك البنك الشعبي والبي ام سي او، وكاين شوروم ماميل في هذا المكان باش نكونوا دائما قريبين من الجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه كتمثل تقريبا واحد 60% من الزبائن ديال شركه مامنيل والمشاريع اللي تدير شركه مامنيل. هذه تقريبا 11 عام وهي تشتغل في ميدان العقار. الزبائن ديالنا من الجاليه المغربيه بالخارج، نتقربوا منهم ونشرحوا لهم ونجيبوا لهم دائما الجديد في ميدان العقار. هذه الدوره ديال 17 من المعرض العقار بباريس، والحمد لله الاقبال والناس بغاو تشوقوا بزاف للمغرب وتنلاحظوا بان كاين اقبال بزاف والناس تتسول وبغات تعاود تشري وبغات تعاود. هذه الديناميه رجعات وحنا متفائلين الحمد لله، والناس دائما الجاليه المغربيه متعلقه بالبلاد ديالها بزاف بزاف، وتي دائما تيطلبوا، ولاحظنا بان كاين دابا طلب اكثر من 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 السنوات اللي دازت، وحنا متفائلين الحمد لله بالمستقبل هادشي اللي كاين. بونجور، سعد مراكشي، ديريكتور ماركتينغ رياليتي افريك. Nous sommes venus aujourd'hui participer au salon SMAP IMO à Paris. C'est une édition spéciale après 2 ans d'interruption à cause du Covid. Donc nous venons à la rencontre des MRE, de la communauté MRE à Paris et en France en général. Au Maroc, Réalité Afrique développe 3 projets, dont le projet Gardenia à Zenata. Donc c'est une nouvelle zone dans la première écocité africaine, la ville de Zenata. Et nous développons ce projet-là et nous le commercialisons en vente en état futur d'achèvement. Et nous présentons aujourd'hui ce produit-là avec différentes offres d'accompagnement destinées aux MRE afin de leur garantir un investissement sécurisé.